ازيكم عاملين ايه؟ يا رب وحشتوني جدا جدا. جاي لكم النهارده فيديو جديد، جبت لكم منار زي ما انتم عايزين اهو، مش متخانقين مع بعض. والله دايما لما اطلع معاهم اقول لهم ان احنا مش متخانقين مع بعض، لازم. واواخر الفيديوهات يا جماعه احنا صحاب بره السوشيال، يعني انا دايما بطلع، يعني بكون عندها بس مش لازم اطلع في فيديو ده. اولا، ثانيا احكي لهم اخر مره انت كنت متضايقه من ايه، عشان هم كانوا ملاحظين في الفيديوهات. انا دايما متضايقه، وانا فاكره متضايقه من ايه، كانت اخر مره متضايقه عشان الاكونت، يوم ما الاكونت كان مقفول عندها، فكانت قاعده متضايقه، مش كانت طايقاني. انت شككتوني ان منار مش طايقاني، اللي هو بدات قاعده معاها منار انت طايقاني ولا لا. فيا جماعه لا، الموضوع ده خالص، بالعكس احنا صحاب وكده. جاي لكم النهارده فيديو جديد. فيديو النهارده عباره قبل ما نقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه. يلا نبدا الفيديو. يلا نبدا الفيديو. جاي لكم النهارده فيديو جامد بقى. فيديو النهارده عباره عن ايه؟ اللي انا هسال منار وهي تسالني اسئله محرجه جدا جدا، يعني اسئله صعبه، ويمكن اول مره منار تجاوب عليها. انت يا منار هحطك قدام الامر الواقع دلوقتي حالا، وهتجاوبي بصراحه قبل ما يعني ما اقول لك الاسئله. احلف ان انت هتجاوبي بصراحه. والله هجاوب بصراحه. خلاص، اول فيديو هساله لمنار. ايه اكتر حاجه يا منار بتخليكي عصبيه، بما انك عصبيه والناس عايزه تفهمك بقى؟ الحوارات دي اكتر حاجه بتخليكي عصبيه. اوكي، يعني دي مثال ان هو يحور عليكي في ايه او يكذب عليكي في ايه. لما حد يعمل حوار ويجي بقى لا انا ما عملتش حاجه، انا بريء. انا عارفه الناس اللي بتعمل نفسها دول البريء، يعني والكذب ما بحبش حد يحور عليا ولا يكذب عليا. لو ما تيجي سكه انت هتخاف مني كل ليه؟ حاجه عامه. تمام، تحبي تساليني سؤال؟ امتى اخر مره عيطت؟ امتى اخر مره عيطت؟ اول امبارح. اول امبارح اخر مره عيط. ندخل بقى. ايه اكتر حاجه يا منار بتخافي منها؟ الموت. اكتر حاجه بتخافي منها بجد؟ يا روح قلبي والله العظيم. متخافيش، انا بقى هبقى اسالها. انا هسالك، نخلي كده اسئله ليكي، فكك مني بقى. بتؤمني بين الصداقه او البيست فريند بين الولد والبنت؟ لا خالص، ولا ده صالح ولا ده صالح. طب ليه بقى؟ فاهمين فكره؟ ما بقى عندي فوبيا. لا ده بيست فريند مش مرتبطين. برضو بقى عندي فوبيا عشان ممكن يقلب بحب، ممكن يقلب عليا شخصيا. ممكن يقلب اصلا، ده اصلا يا ده انت ما عندك فوبيا يعني. امتى اخر يا منار مره كدبتي بصراحه وليه وعلى مين؟ بقالي كتير قوي ما كدبتش، ومش على حد عشان مش بحب الكذب، ومش عشان حاجه سالكه. لا انا صريحه، يعني حتى لما بعمل حاجه بقول انا عملت كذا. واحسن حاجه في منار ان هي صريحه، بس صراحتها ساعات بتوديها في داهيه، بس هي صريحه في الاول والاخر. هي بتوديها في داهيه، بس هي ماشيه بمبدا الصراحه. تمام، معتبره نفسك شخصيه محظوظه ولا عاديه؟ يعني ايه؟ لا ولا عاديه ولا محظوظه، متنيله عن 60 نيله اصلا، يعني مش نافعه في اي حاجه. تمام، بتقدري يا منار تحتفظي بسر وما تقوليهوش لحد، ولا ما بتعرفيش لازم تقولي؟ لا محتفظه بجد، يعني في ناس. انت مجربه ده؟ والله بتفضحني يا جماعه. لا لا ماشي. ايه اكتر شخص تيجي قدامه بتحسي ان انت ضعيفه؟ ماما. ليه؟ يعني انا ممكن اكون هموت واعيط، هموت كده ومحدش يعرف ان انا هعيط او ان انا بعيط من جوايا وكده، واول ما باجي قدامها لو اتكلمت معايا نص كلمه بتلاقيني متضايقه. فعلا، لان الام مصدر الحنان فعلا. عمرك يا منار اتعرضتي للخيانه في يوم؟ من مين؟ في ايه؟ من مين؟ خلاص بقى. لا ما احنا قلنا لا خلاص ما نتكلمش. اول حرف طيب؟ خلاص بقى. خلاص يا جماعه عشان ما تعيط. ماشي يا منار، حبيتي قبل كده بجد؟ بجد كم مره؟ وبعد ما حبيت قال لي الوداع. وانا قلت ايه؟ طب حبيتي كم مره بجد؟ مره. من قلبي؟ مره. مش هقدر اقول لك طبعا مين. طبعا مش هقدر اقول مين. تخمنوا انت بقى. طيب منار، انت حاليا في الفتره دي معجبه بحد ومش عايزه تقولي له؟ لا. طب انت بتفكري ترتبطي؟ لا.
طب انت بتفكري انك تدخلي في ريليشن شيب؟ لا دي ده لسه ليش لسه اقول مش بتجيلي خالص ولا بطيء صنف رجاله في حياتي. خلاص يا جماعه هي خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لها بجد. طب بالنسبه للاشاعات اللي بتقول ان انت مرتبطه بحد مثلا، ما حصلش. انا كلهم صحابي اخواتي، انا كده اخويا راجل يعني انا راجل معاهم بجد. انا فعلا اقسم بالله منار يا جماعه بتتعامل معاهم فعلا كراجل، مش بتتعامل معاهم يعني كبنت ومحلو والكلام ده، كراجل فعلا. تقولي ايه للناس اللي بيتدخلوا في حياتك او للناس اللي كل واحد يخليه في حاله؟ خلي مناخيرك في مناخيرك انت، مش تجيبي مناخيرك تحطيها عندي انا. لو حد انتقدك في يوم تقولي له ايه؟ ما بقتش ابص لاي انتقادات خالص بصراحه يا منور. بصراحه بتحبيني ولا زي ما هما بيقولوا انت؟ زي ما هما بيقولوا. لا مرة يا جماعة انت نفسي غبية في الاول. لا لا بحبك بحبك والله بحبك. يا لهوي تفتكروا الحقيقة دي؟ لا بحبك والله. خلاص ماشي. ممكن تسامحي يا منار شخص بجد جه عليكي كذا مرة وانت سامحتيه؟ يعني ممكن تسامحيه اخر مرة؟ لا. لو جه يتأسف لك كتير وعمل لك المشكلة؟ بصي هو انا عامة لما بتقفل من حد ما بعرفش اصفاله، ما بعرفش. حتى لو ماشي ممكن اسامحه واصالحه، بس خلاص معاملتنا على حدود. منار عايزه اعرف ايه اكتر كومنت شفتيه على التيك توك ولما شفتيه وقراتيه اثر فيكي نفسيا وبجد يعني كان بيرن في ودانك كل شويه وكنت متضايقه؟ استخاره. وانا ما طلعتش اتكلمت عن استخاره ولا اتكلمت على اي حاجه. لو ما تاخدوش عاطل مع باطل، عشان ما تاخدوش يعني لو حد عمل كده فهي ما طلعتش اتكلمت عن حاجه، هي غلطت وعارفه ان هي غلطت، ما طلعتش بررت. ربنا يهدي الجميع. انت يا منار ندمانه على القرار ده وهترجعي قريب ان شاء الله يعني. بس هو ده بقى، خليكم في نفسكم. خصوصا في حاجه يعني انا مش بشجع منار، انا مش بشجع منار ولا بايدها، انا ليش دعوه لان الحاجه دي هي اللي هتتحاسب. انا مش هقف قدام ربنا مكان منار واقول لا يا رب انا هحاسب مكان منار. لا، كل واحد بيتحاسب على اعماله، فانا ماليش دعوه، فاهمين؟ فاكيد هي عارفه ان ده غلط، فمش هقدر اقول لها يعني، هي عارفه صح. وان شاء الله هترجع لربنا قريب جدا وانا واثقه في الله. ايه اول هديه جات لك كنت فرحانه قوي قوي بيها؟ قوي اول هديه خالص. لا مش اول هديه، يعني هديه جات لك كنت فرحانه قوي بيها قوي. عيد ميلادي اللي فات لما بابا جاب لي 18 هديه. ايوه. ايه اكتر هديه هو كلهم فرحوني؟ ان هو كفايه ان هو نزل لي من حته عشان يفرحني. نزل لك منين؟ من هولندا. بابا من هولندا يا جماعه، جالها من هولندا طياره مخصوص، جالها 18 هدية على طول. هو اللي جاب لك ايفون 13 برو ماكس. تفضلي انك تتجوزي عن حب ولا تتجوزي جواز تقليدي اللي احنا بنشوفه اليومين دول؟ طب ما انت بتقولي الحب ما هو مستحيل. ممكن اكيد انا مش هفضل طول حياتي كده، بس المره دي لما اجي اختار هختار كويس. طب بما ان اللي فيه اطفال بيتفرجوا علينا، تنصحيهم ازاي ان هم يختاروا؟ بما انك مريتي بتجارب، تنصحيهم ازاي يختاروا الشخص الصح ويعرفوا الشخص الصح؟ اختاري بلاش الشخص اللي هو تلاقيه في الاول ملاوع معاكي في الكلام، بلاش الشخص اللي انت تبقي شايفه ان هو بتاع بنات. خدي اللي يكتفي بيكي، اللي يعرف ازاي يخليكي مبسوطه مش اللي انت تخليه مبسوط. يعني قبل ما انت تقدمي له كفه يكون هو مقدم لك 10. فما البنت لما بتحب اكتر من الولد فالولد بيدوس عليها. بالظبط. الولد لما بيحب اكتر من البنت بيعرف يخلي البنت مبسوطه. ده صح بصراحه. منار لو رجعتي للزمن نفسك تغيري ايه؟ اكتر حاجه كده انت فكرتي فيها جت على بالك دلوقتي، ما تفكريش تاني، حاجه جت على بالك دلوقتي وعايزه تغيريها؟ ما كنتش نفسي ادخل كذا حد حياتي، بس هي الحياه دروس. يعني كنت عادي تدخليهم وتتعلمي ولا ما كنتش حابه ان هم يدخلوا اصلا؟ بس هي الحياه دروس، يعني كل حد دخل حياتي وطلع اداني درس. ايه اكتر حاجه نفسك تعمليها الفتره دي؟ نفسي اروح دريم بارك. لا لهوي كل شويه امك والله هوديكي اقسم بالله. اقول لك حاجه كمان. ايه؟ نفسي اعيط دلوقتي يا رب. والله العظيم هتعيطي معايا بعد الفيديو، مش هتعيطي قدام حد. ما منار لا متعيطيش والنبي، متعيطيش والنبي، عيني والله هتدمع. متعيطيش بجد.
يا لوي يلعن قوي اي حد بيزعلك. ما تعيطيش والنبي. مش بعيط. يلا مين الشخص اللي نفسك تقفي كده قدامه وتقولي له ليه ليه اذيتني؟ مين مين ليه اسئلتك دي؟ هو كده مش مهم. لا لازم دلوقتي. انا قلت لك ما لما تقولي عادي. بابايا حقيقي. ساعات في ابهات ما بيكونوش سند لاولادهم فبيكون كسر لينا بجد. رسالتك منار. لا ما تعيطيش والله ما تعيطي. انا مش بعد. لا خلاص انا هعمل فيديو. مش عايزه مش عايزه اسئله تاني. مش عايزه بس انا عايزه اجيب انت يا جماعه. انا لازم اهديها بجد. بالله عليكم يا جماعه انا عايزه اقول لكم كلمه في اخر الفيديو. والله الانسان ما بيبانش زي الفيديوهات ولا بيضحك ولا بيهزر. هي بتبين لكم كده. لكن منار فعلا اقسم بالله يعني انا هقفل هتلاقوا قنبله عياط. منار في مشاكل وتعب. فيا ريت بجد يعني ما تاخدوش بالمظاهر. حابه تقولي حاجه؟ انا هكلمها بقى اقعد معاها. سلام.